أهلا بيكم في لقائنا، في بداية لقائنا على الهواء، وإحنا بنتكلم فيه عن صحة المرأة، صحة الجنين، صحة الأطفال، صحة المرأة عموما. وإحنا ملاحظين بقالنا سنوات إن فيه اهتمام بالمرأة عموما في كل المجالات والمجال الصحي بالتحديد، لأن الدولة أدركت إن الصحة، صحة المرأة اللي مسؤولة عن أسرة أو المرأة عموما والإنسان، هي حجر الزاوية. يعني يبقى عندنا صحة كويسة وبعدين نبدأ نتكلم بقى إحنا هننتج ونبقى نعمل إيه، نشتغل ايه، وهندي لاسرتنا ايه. نقول للمراه هي حجر الزاويه اللي بتنشر الصحه على كل افراد اسرتها. الصحه مدى جودتها بيأثر على الحاله النفسيه طبعا. انا لو ما عنديش صحه اكيد حالتي النفسيه مش هتكون كويسه. فهي عمليه مهمه جدا، ومساله صحتنا ادركنا مدى اهميتها خصوصا بعد الاوبئه والفيروسات وكل ما مرينا به في السنوات الاخيره. هنتكلم عن مبادرة صحة المرأة والجنين، ودي على فكرة مبادرة من ضمن مبادرات كتير لمئة مليون صحة، مع مستشارة الصحة الإنجابية راندا فخر الدين. دكتورة راندا، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، كل عام وحضرتك بخير. كل سنة وحضرتك طيبة. وأنا خايفة أقول لك أبدأ أقول مفهوم الصحة الإنجابية يعني إيه، ألاقي الحلقة خلاص كده مش كده. هل ممكن إحنا نلخص يعني النقاط الأساسية لما بنقول للناس الصحة الإنجابية، الصحة الإنجابية بمعنى إيه؟ معنى يخاطب أبسط حد بيتفرج علينا، يعني أي حد يكون بيتفرج علينا. هي ببساطة كده إزاي نعيش حياتنا صح. هي الصحة الإنجابية مش للمرأة بس، ومش مقصود بيها الإنجاب. الصحة الإنجابية هي الصحة الحياتية، إزاي نقدر يبقى نفسياً وصحيا جسديا يعني، أيوة، وعقليا واجتماعيا ظروفنا كويسه، عايشين بطريقه صحيحه، فبالتالي اقدر امارس حياتي وابقى انسان منتج في المجتمع واقدر اكمل حياتي بشكل صحيح. تمام. ده باختصار الصحه الانجابيه. دي الصحه الانجابيه. ودي على فكره ملهاش علاقه قوي بقصه برضو انجاب بس. لا 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 خالص، انا حتى بعيد عن الانجاب، حتى لو انا في سن ما قبل خالص او ما بعد. طبعا. لو انا ست او راجل. الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده منطقي واساسي. بالظبط كده، كله يعني، وهو ده هدفنا. أيوة. هدفنا ان كلنا نعيش بشكل كويس. هو مش هدفنا بس ان احنا نبقى بنتجوز ونخلف واحنا ما احناش عارفين حياتنا هتستمر ازاي، احنا قادرين على ان احنا نخلف ولا مش قادرين، قادرين نربي اولادنا. يعني من ضمن اهداف الصحيه الانجابيه ان انا اعلم المقبلين على الزواج ازاي يتعاملوا مع ابنائهم، ازاي يربوهم بشكل فيه معايير احترام النوع الاجتماعي، ازاي اقضي على الممارسات الضاره. كل ده يعني يندرج تحت الصحة الإنجابية. يعني هي فيها جزء توعوي وفيها جزء طبي وصحي، لأن أنتوا بتكشفوا وبتعملوا تحاليل بيقدم الخدمات. بتقدموا الخدمات طبعا. وفيها إيه تاني يعني؟ المتابعة. المتابعة كمان بالطبع. طبعا ومتابعة مش بس متابعة فترة الإنجاب، لا يعني بعد انقطاع الدورة عند المرأة هي محتاجة متابعة ومحتاجة رعاية، لأن في أمراض ممكن تصيب السيدات في المرحلة دي. فمش معنى أنا خلصت إنجاب أن ننساها. مرحلة الطفولة اللي قبل الدورة ما تيجي وقبل قدرة البنت على أنها تنجب، ما هي المرحلة دي هي اللي بتعدها لمرحلة الإنجاب. فلو أنا ما أديتش الاهتمام الكافي للبنات في المرحلة ديت، هم مش هيقدروا يخشوا على مراحل الحمل والولادة وتربية الأبناء بشكل صحي. فزي ما قلتي حضرتك، بالتالي الأسرة هتتأثر لأن هي مش هتقدر تقوم بواجباتها بشكل صحيح. نتكلم بقى، نقرب أكتر ونقول إن أنتوا كمان بتكشفوا على المقبلين على الزواج. ولو لقيتوا حاجة في الكشف تبقى العملية يعني مجرد نصائح، انت حالتك كذا وانت حالتك كذا، بنوجه كل واحد. وهل في اقبال فعلا للمقبلين على الجواز هم يجوا يكشفوا؟ للاسف لا، لسه ما فيش الوعي الكافي عند المجتمع بضروره ان انا اخد مش بس فحص ما قبل الزواج، لا، تدريب او تاهيل لدخول الحياه الزوجيه. ما هو مش اي حد يقدر ينجح في حياته الزوجيه الا لو انا فاهم يعني ايه زواج، يعني ايه مسؤوليات، يعني ايه ابناء واهميه الابناء، يعني ايه اربيهم ازاي، اتعامل مع الاجيال الجديده بالفكر الجديد بشكل مختلف ازاي. كل ده محتاج تدريب، محتاج تاهيل. أيوة. فما ينفعش ادخل على الحياه الزوجيه وانا غير مؤهل ليها. فده بيسبب ارتفاع
حالات الطلاق طبعا، واللي هي اصبحت مرتفعه جدا للاسف جداً يعني جدا. احنا وصلنا تقريبا 67 او 68% نسبه الطلاق في السنه الاولى من الزواج. حضرتك عندك النسبه طيب بما ان حضرتك عندك النسبه، عارفه هل بيبقى متعلق منها الحديث بتاعنا اللي هو الكشوفات ما قبل الزواج، الانجاب او غيره، الامراض الوراثيه، التأهيل هي اكتر، لان هو في السنه الاولى من الزواج. أيوة. يعني لما بنتكلم عن النسبه دي هي في اول سنه من الزواج، 68% دي في السنه الاولى من في الزواج، في السنه الاولى من اللي الزواج اللي هم لسه ما لحقوش يطبقوا طباعهم زي ما بنقول كده بالعاميه. بالظبط. ما هو ده بيدل على حاجتين، الحاجه الاولى ان انا مش فاهم انا بتجوز ليه. أيوة. الحاجه الثانيه الاختيار الخاطئ. ايوه انا ما عنديش معايير اختيار. ايوه ودي مشكله كبيره جدا، وده اللي بنقول نتاهل بيه. والتأهيل ده مش بيبتدي في مرحلة بس اللي هو قبل الزواج على طول، لا، ده التأهيل ده المفروض ان هو بيكون مع الطفل من بداية تربيته. أيوة. يعني وانا لسه بربي الطفل وبأهله ببتدي اعلمه ازاي احترام الاخر، ازاي تقبل الفكر الاخر. أيوة. ازاي ان انا ليا ادوار والادوار ديت مش بتاعتي لوحدي، لا ده احنا شركة في كل حاجة. ان احترم اختي او احترم اخويا، ابتدي اقول ان المراه ليها دور، وهم صغيرين لما بيكبروا على كده هو بعد كده هيحترم زوجته وهي هتحترم زوجها. ايوه فالتربيه دي بتبتدي في سن صغير جدا، والتاهيل بيبتدي صغير جدا، يبتدي يحط هو في فكره بناء على هذه التربيه معايير الاختيار للشخص المناسب ليه ومناسب لاحتياجاته. ايوه دي مهمه جدا، فبتدربوهم على كده، وده مهم قوي طبعا. ده احنا بندرب أيوة. المقبلين على الزواج ازاي يربي ولاده عشان يبقى عنده فكر ووعي، ووعي بمشاعره ووعي باحتياجاته، عشان لما يجي يختار بعد كده يختار بشكل سوي. وفكره ان اول سنه هذه النسبه الكبيره قوي من الطلاق بتحدث، طيب ما احنا ممكن ناخد قرار ان احنا نأجل انجاب شويه على الاقل السنه دي اللي هي بتحصل فيها 68%. حضرتك بتقولي يعني رقم يخض، كلنا اتخضينا لما سمعناه. ما نأجل شويه علشان الطفل اللي جاي ده اللي احنا بنلعب بمستقبله وهو ملوش ذنب. صح. مع ان بقى في بقى للاسف اعتقادات، ومهما تقدمنا وتحضرنا وتطورنا هي موجوده عند الست المصريه، ان خلفي منه هيتغير. بالظبط. خلفي منه بس، ودي بتبقى يعني مش نصيحة الأم بس، هي بتكبر على هذه المقولة للأسف يعني، وبتكبر معاها. غير بقى طبعا كبليه بالولاد واللازم منه يعني للأسف ما حدش بيتكبل بالولاد وما حدش بيتغير. للأسف احنا ده فكر خاطئ جدا، من شاب على شيء شاب عليه. يعني ما احنا بنقدر نغير في بعض السلوكيات، لكن انا ما اقدرش اغير الشخصية. أيوه. الشخصية طالما عدينا مرحلة المراهقة الشخصية كونت، فبالتالي أنا مش هقدر أغيرها، لكن أقدر أغير أحسن في بعض السلوكيات، لكن لو الطباع مختلفة تماما ما ينفعش. عشان ولا متعيل هيغير طباع عندي خلص. أو هيخلي اللي قدامي يحبني، أو بالعكس ده طفل ورا طفل هيخليني أنا منهكة، ما عنديش وقت أهتم بنفسي. عايزين نتكلم على الجزئية دي، الأعباء إن الرجل مهم عنده، معلش لازم نتكلم بحرية شوية. الرجل مهم عنده إنه يرجع على عيني إن يلاقي طبخة حلوة ويلاقي الولاد نضاف، لكن مهم عنده برضو احتياجات شكلها ومراته عاملة إزاي وشكلها إيه، بدليل إن إحنا بنلاقي في زواج تاني بالزبط. وبنلاقي علاقات أخرى لأن الجزئية دي لا يغنى عنها 10 عيال. لا، وعيب عند الست المصرية إيه بقى؟ مجرد ما خلفت اهتمامها كله بيروح لعيالها والبيتها، رغم ان الزوج ده ليه حق انها تاخد بالها منه. وعلى فكره ده دورك الاساسي، تربيه الابناء ده جزء جنب رعايه الزوج وليس العكس، وحتى في الاديان بتقول كده، ان انا مش دوري ان انا اقعد اربي وان انا اقعد اخدم، لا، انا دوري انا وزوجي علاقتنا ببعض شكلها ايه. لكن كتر الاعباء اللي الست تحملتها في المجتمع خلتها بعد كده بتعجز بدري، تبتدي الاعباء الوظيفيه اللي وقع عليها حتى لو هي اصغر منه أي. لان هي مشكله الست المصريه كمان انها كل شغلها يدوي. ايوه حتى لو عندها وسائل راحه بتستسهل وتعمل الحاجه بايديها. يعني ممكن يبقى عندها مكنسه تقول لك لا مش هلحق، هطلع لسه المكنسه واعملها، انا هكنس بسرعه، فبتنهك صحيا وشكلا والمظهر بتاعها مش بتهتم بيه بنفس قدر اهتمامها للاسف، لانها حاطه اعباء كتيره جدا عليها. أيوة. وادوار مش بتاعتها، رماها عليها المجتمع وهي تقبلت ده.
فبالتالي لما بتعجز بدري يبتدي جوزها انا عايز واحده شابه، انا عايز واحده تدلعني، انت مش واخده بالك مني. ايوه فيبتدي تتحول لام الولاد بقى وام العيال زي ما بنقول. ويدور على ندور احنا بقى على فدي غلطه. فانت ليه ما تبقيش كل حاجه وتهتمي بنفسك بالزبط. ليه ما يبقاش في جزء الانا ده؟ مش عيب على فكره، لا ده بالعكس، يعني ده بيريحني نفسيا، يريحني نفسيا عشان اعرف ادي. بالظبط، ما هو لازم يكون في انا عشان اعرف ادي. بالظبط، انا لو ما فهمتش، ما عنديش وعي بمشاعري وعنديش قدره على التعبير على المشاعر ديت، وان انا اعالج الغضب او الاحباطات او المشاكل النفسيه اللي بتعرض بيها بتعبيري عنها بشكل صحي مع شريكي في الحياه، انا مش هقدر اكمل. أيوة. وهاجي المرحله هبقى من كتر العطاء اللي اديته انا خلصت. خلصت العطاء اللي عندي. ايوه، فبالتالي هبتدي اقول انا مش عايزه اكمل الحياه ديت. فيا اما بوصل ان انا بترفض من الشريك نتيجه انه شايف ان خلاص انا ما اصبحتش بديله الاهتمام الكافي، او مش بغطي احتياجاته، أو انا نفسي اللي رافضه الحياه دي خلاص. خصوصا بقى مع مين؟ مع السيدات والفتيات اللي كان عندهم طموح واللي عندهم عقليه ومهارات، بعض المهارات، وبعدين يلاقوا نفسهم انا فين بعد كذا سنه؟ خلاص انا عملت ايه في حياتي؟ خصوصا بقى كمان لو اللي قدامك مش بيقول لك كلمه تقدير او عرفان او طبطبه شويه. نقطه مهمه قوي، يعني انا دايما حتى لما بنزل المحافظات واشتغل في مع الرجال خاصه اقول له بكلمه حلوه لمراتك وطبطبه، وانك تحسسها انك مقدر الدور اللي بتعمله، هتعمل 10 اضعاف اللي هي بتعمله. أيه. بس المشكله كلمه السائده عند عدد كبير او غالبيه الرجال هو انت بتعملي ايه زياده، ودي بتكسر قوي الست. لكن لو انا طبطبت عليها وقلت لها كلمه حلوه وقلت لها ربنا يخليكي لينا احنا من غيرك ما نسواش حاجه، الست هتهتم بنفسها وهتهتم ببيتها وهتهتم بعيالها وهتعمل 10 اضعاف اللي هي بتعمله. طيب احنا علشان يعني نقول ايه النصيحه اللي نقول يعني هل احنا ننصح الست ان تكوني معتدله، يكون اهتمامك بنفسك ماشي بطريقه متوازيه بالزبط. مع اهتمامك بالاخرين بالظبط. يعني ولادك بقى وتوزيع الاعباء يعني ما ينفع من بدايه الزواج. عارفه حضرتك لو الاختيار صح من بدايه الزواج وحطينا خطه لحياتنا وحطينا نظام للتعامل فيه احترام وفيه شراكه، لانه الزواج مش واحد بيبقى على حساب الاخر، دي شركه احنا الاثنين بننجحها بان احنا الاثنين بنشتغل، مفيش واحد يبقى عليه كل الاعباء الوظيفيه والتاني بيقوم بعبء وظيفي واحد. ايوه، فلازم نبقى عارفين ان الشركه دي بتوزيع الاعباء الوظيفيه، انا هقدر ابقى قادره اتعامل معاك بشكل صحي وانت هتبقى قادر تتعامل معايا بشكل صحي، وصحي لا نقصد بيه الصحه، نقصد بيه صحه عقليه ونفسيه بالظبط. الرضا والسعاده مش بس البدنيه يعني. لا طبعا الرضا والسعاده ورغبتي في استمرار هذه الحياه ما بتجيش غير لما احس ان احنا في عطاء متبادل. أيوة. مش واحد بيدي على طول وواحد بياخد على طول. فلازم نحس ان احنا الاثنين عشان تبقى العلاقه سويه احنا الاثنين بندي واحنا الاثنين بنتعامل مع بعض بشكل في احترام وفي احساس بال عارفه حضرتك الايثار ده مهم جدا، ان كل واحد مننا يؤثر الاخر. ايوه جميل. حاسين ان انا لا ده انا بدالك، انا بدل انت ما تتعب انا هعمل، وهو يقول لي بدل انت ما تتعملي ده انا هعمل، هو ده التقدير والايثار، دي العلاقه الصحيه كما يجب ان تكون. يعني لو نتكلم بقى على العلاقه الصحيه او صحه المراه، عايزين برضو نشير للمبادره دي انها بتوفر امكانيات الكشف المبكر اللي بيساعد قوي في بعض الامراض حقيقة. يعني امراض زي الوراثيه الضغط والسكر والامراض الوراثيه والثلاسيميا اللي هي انيميا البحر المتوسط، الامراض دي كلها محتاجه ضروري ان احنا نعرفها قبل الزواج. ايوه، لان انا لو عرفتها قبل الزواج هقدر اتعالج واقدر اخد الرعايه الصحيه المظبوطه واحدد الادويه اللي المفروض ان انا استخدمها عشان لو حصل حمل ما يتاثرش الحمل ده. ايوه، وده مهم قوي. طبعا. غير ان انتوا بتقدموا كمان يعني تفاصيل تانية اخرى كثيره مهمه. أكيد. عايزين أكيد. نشير ليها الفحوصات اللي قبل الزواج بتضم غير الكشف الطبي، بتضم بعض التحاليل، بتضم كمان ان احنا نقعد مع الاثنين ونفهمهم. نعرفهم لو حابين يأجلوا الإنجاب ليه لأ؟ على فكرة مفيش خطورة من تأجيل الإنجاب سنة أو سنتين، عشان في ناس برضو من ضمن المعلومات الخاطئة اللي في المجتمع، خلفي العيل الأولاني لحسن تكوني ما عندك مشكلة، لحسن تاخدي وسيلة تنظيم أسرة وما تخلفيش. لأن لو خدتي وسيلة فعلا دي حاجة شائعة. إنك لو خدتي أي وسيلة منع
قبل العيل الاولاني ممكن هتخلف. تاثر على انجابك بعد كده، ودي معلومه حقيقه لا أي طبعا اساس علمي؟ لا طبعا ملهاش اي اساس علمي، لان احنا لما بنيجي نختار وسيله تنظيم الاسره احنا بنفصلها على الست. يعني اولا ما فيش وسائل تنظيم اسره بتعمل عقم، عشان نبقى عارفين وسائل تنظيم الاسره هي وسائل مؤقته بتشتغل في فتره الاستخدام، وبترجع بعد فتره الاستخدام الجسم بيستعيد تاني التبيض بتاعته ويستعيد نشاطه ويبتدي الست تخلف تاني، ما فيهاش اي مشكله. بس هي اوقات في بعض الوسائل ممكن تقعد 3 شهور على ما تستعيد الوظيفه بتاعتها، زي حقن منع الحمل مثلا، لان هي طريقه العمل بتاعتها انها البطانه بتوقف التدريب التبيض فتره أيوة. فبالتالي البطانه بتبقى رفيعه جدا، عشان كده الست ما بيجيلهاش دوره شهريه في اثناء استخدام حقن منع الحمل اللي هي كل 3 شهور، او الكبسولات اللي بتتحط تحت الجلد، فبالتالي بتاخد وقت على ما البطانه ترجع تشتغل تاني او ترجع لحجمها الطبيعي أيوة. اللي يخلي دوره شهريه تنزل هو ده بس الـ 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 الحاجات اللي ممكن تأخر شوية، وبتأخر إيه من 2 لـ3 شهور، يعني ما بتقعدش فترة طويلة. فكل المعلومات دي مهمة قوي قوي، إن الناس تفهم. إحنا بنتكلم هنا على كرة ونجوع ومناطق نائية، وهم دول اللي عندهم مشاكل كتير، وهم دول اللي حتى يعني توفير كل ما حضرتك ذكرتيه من المبادرة بتوفره بيمثل عبء على أسر كتير. ده حقيقي. أنا أعمل تحاليل، فحوصات، أتابع مع أطباء على طول، أكتشف أي حاجة فيا وأتعالجها، أتعالج يعني الضغط والسكر دلوقتي بيتعالجوا. لو أنا عندي مشكلة، في بعض البنات ودي نسبة كبيرة شفناها عندهم تكيس مبايض، تكيس المبايض ده علاجه سهل جداً، وخاصة لو قبل الزواج. أي. لأنه قبل الزواج إحنا بندي نظام غذائي معين تمشي عليه، لو احتاجت بعض الأدوية ممكن نساعدها. فالحالة النفسية والاستقرار النفسي إنها لسه ما دخلتش على الزواج، والضغط اللي بيبقى عليها أنت حامل ولا مش حامل، وتبتدي الحالة النفسية بتاعتها تؤثر على نتيجة العلاج. أي. لكن لو قبل الزواج بيبقى سهل جدا إن إحنا نعالج. نفس الشيء بالنسبة لو الزوج مقبل أو خطيب وعنده دوالي في الخصية وعالجناها بدري، احنا حسنا من قدرته على الانجاب بعد كده. أي. فكل الحاجات أي دي اي مرض من اي نوع بالزبط. الكشف عنه مبكر نسبه أحسنتي. العلاج منه حتى اخطر الامراض حقيقي. وحضرتك طبعا اللي تقول يعني طبعا. نسبه ايجابيه جدا النتائج بتختلف تماما، ايجابيه فعلا. فكل أي. ما احنا كنا يعني احنا عندنا فلسفه غريبه في الشعب المصري، انتوا هتفولوا علينا. أي. فدي في دي ده يعني سياسه غلط او فلسفه غلط، ما ينفعش ان انا اقول كده. انا لما اروح بدري زي ما حضرتك قلتي واكتشفها بدري هتبقى النتيجه مختلفه تماما عن لو كانت الحاله مش اللي هو انا مش عايزه اعرف، مفيش داعي افتح فتوحه او افول على اعرف او افول على نفسي وادخل في قصص طبعا كلام مش علمي خالص. بشكر حضرتك دكتوره رندا فخر الدين مستشار الصحه الانجابيه، شكرا لحضرتك.